مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم وحيثما جئتم. مرحبا بكم في قناة طموح في سلسلة عش حقائق. مونيا بن فغول والمعروفة بنعناع، ممثلة جزائرية من مواليد 22 ديسمبر 1991 بالجزائر. الكثير لا يعلم بأن مونيا لم تدرس على التمثيل، وإنما تكونت في الحقوق والتجارة وعملت قبل الشهرة كمضيفة في المعارض. تستطيع مونيا تحدث كل من الفرنسية والعربية والإنجليزية بطلاقة. من أشهر أعمالها كممثلة بدور ميمي في مسلسل تحت المراقبة، وزفيرة في مسلسل قصبة سيتي، وعيشة في سلسلة بوباطو، ظهرت لأول مرة في عام 2015. نجحت مونيا في مجال التمثيل، وقد جذبت أيضا عدد كبير من المتابعين بسبب حسها الفكاهي ونشاطها في البرامج الترفيهية، كما عملت أيضا كمقدمة برنامج سوق نسا. تعتنق مونيا بن فغول ديانة الإسلام، وهي من محبي السفر، فقد زارت عدة بلدان ومن بينهم فرنسا، دبي، تركيا ومصر. وهي من محبي الأزياء، فهي تحرص دوما على أن تبدو بمظهر أنيق وجميل. عندما سئلت مونيا بن فغول في إحدى القنوات عن المبلغ الذي تجنيه في التمثيل، أجابت بأنها تكسب مبلغ محترم ليس كباقي الممثلين المهمشين، إضافة إلى أنها تجني أجر محترم كممثلة وكمذيعة وكناشطة على الإنستغرام وكممثلة إعلانات في التلفاز. نجحت مونيا بن فغول باستقطاب أكبر عدد من المتابعين في الإنستغرام من خلال التصريحات الاستفزازية في كل مرة، ومن أشهر التصريحات عارضت الأزياء الأحق بالتمثيل، وسبب هذا التصريح بالعديد من المشاكل. واستطاعت كسب أكثر من 3 ملايين متابع على صفحتها في الإنستغرام، إلا أنها في الفترة الأخيرة أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قولها أن الرجال يعانون من الكبت الجنسي. تعرضت إلى انتقادات واسعة داخل الوطن وخارجه، حتى أنه تكلمت عنه كبريات القنوات العربية، وكان ضربة هذا التصريح نهاية برنامج سوق نسا الذي كانت تعمل فيه كمقدمة هذا البرنامج رفقة مقدمات أخريات. ولكل من يسأل عن حياتها العاطفية، فإن مونيا بن فغول مركزة على عملها ومتناسية فكرة الزواج، وهذا في الوقت الحالي فقط. أرجو أن تكون هذه الشخصية قد نالت إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة ونشر الفيديو مع أصدقائكم والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا. سلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.